تخيل عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت بإسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله، هلما إلى العرض على الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما